السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للإخوان والأخوات ومشاهدي الكرام. المهم كما كتشوفوا مباشرة من مدينة الصخيرات، كما كتشوفوا معنا هذه الطريق الرئيسية رقم 1 في مدينة الصخيرات، شارع الحسن الثاني. وأخيرا تتمت العملية ديال إعطاء انطلاقة الأشغال في هذا الطريق. يعني صراحة كما كنا كنشوفوها من قبل، كانت واحد الطريق حالة سيئة، في واحد الحالة سيئة. اليوم تعطات انطلاقة ديالها بعد سنوات من بعد ما كانوا كيدرسوا الملف ديال هاد الطريق هذه، يعني سنوات وهي في واحد الحالة صعبة. اليوم ها هي إن شاء الله الطريق غادية في الإصلاح، وغادية في واحد الإصلاح اللي هو إن شاء الله كنتمناو يكون داكشي اللي كنتصوروه في مدينة الصخيرات، داكشي اللي كان اللي على بالنا اللي بغينا إن شاء الله يكون في واحد الإصلاح اللي هو جيد. بعد ما كانت الطريق في واحد الحالة يرتلاها، يعني واحد الحالة صعبة، اليوم ها هي كما قلنا لكم ها هي كتصلح. نتمنى مدينة الصخيرات يكون عندها واحد المستقبل، ويكون عندها واحد الإصلاح اللي هو جيد. ونتمنى من المسؤولين ديال مدينة الصخيرات يقوموا بهذا الإصلاح ديال المدينة، لأنها المدينة كانت في واحد الحالة سيئة، وكانت في واحد الحالة لا إله إلا الله محمد رسول الله، كان كل شيء كيهضر على مدينة الصخيرات. واليوم مدينة الصخيرات إن شاء الله ها هي بادية في الإصلاح، ونتمنى هذا الإصلاح يستمر في جميع المجالات، المرافق العمومية والطرق والمرافق الخضراء والمساحات الخضراء والبنايات. اليوم كنشوفوا بنايات، يعني مشاريع بنايات، البنية التحتية اللي هي ان شاء الله مازال كتطور، وبغينا الصخيرات مازال تطور، بغينا الطريق نشوفوها في حلة جديدة ان شاء الله. وقريبا نتمنوا نشوفوا هذا الطريق في حلة جديدة ان شاء الله. المهم كما كتشوفوا هذا شارع الحسن الثاني، نتمنى الطريق تصلح، وهي ان شاء الله غادية كتصلح. والمهم بغينا مدينة الصخيرات تكون بواحد الحلة جديدة، بعد ما كما قلت لكم بعد ما كانت غادية في واحد الحالة اللي هي صعبة. المهم تحياتي لكم، نتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، ونلقاكم في فيديو قادم إن شاء الله، مع تحياتي واحترامي وتحية المسؤولين كاملين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.